شوف دخلوا المغرب هو المشكل هو باش زادت هكا كانوا خلونا ديالنا اللي كيدبحوا هنايا في مغوغه وديك الشيء راه كان دائما 85 ما كيفوتوش كيفوتوش 90 فهمتي السيده هو كان بين عنده كان بين عند السيده هذا اللي بقى نورمال هو الجداد الجداد بغيتي تدي نص كيلو الدباب بغيتي تدي وحده ب 20 درهم كيلو كتديها ها ما كنقدروش نشريو ما كنحقوش الجداد ما كنحقوش اللحم ما نحقوش اللحم وهي كنشوفوها ما قدروش عليها لا والو ما قدروش كوزا سيدي اي والله ما قدروش احنا كنشوفو غير الزيتون ولا درنا عيد الحوت السردين وصافي ما قدروش احنا ناكلو هادشي هذا والله ما كنلحقو حنايا ما الحق ماشي غير مقهور مقهور بزاف بزاف بحق الدرويش ما يلحقش لي هالجان ما يلحقش باش غادي يلحق دابا انا بالنسبه لي انا هالجان ما كنلحقش دابا ما كنلحقش نشري وعاد الانسان كيتابعوا الدواء ديالو عاد السكر من سودا والعد الانسان ما كيلحقش من الحق بصراحه ما كنلحقوش والله ما كنلحقو ما عطيش ما كنشوفو هايدا ما كنلحقوش الحوت اللي مزيانه ما كنلحقش الانسان اللي عنده فلوس الحمد لله اما حنايا ما كنقدروش جزاكم الله خيرا على هذا الالتفاته اللي كتواصلوا مع المواطنين هنا بمدينه طنجة بالخصوص فيما يخص الغلاء هذا الغلاء والارتفاع الاسعار انا كنعتقد يعني هذه المساله هذه مشتركه بالنسبه للحوم الحمراء وكذلك البيضاء بالنسبه للحوم الحمراء هي في الحقيقة دائما كتكون غالية ولكن هذه الأيام ربما وصلت 10,000 يعني 100 درهم وزيادة فهذا المسكين محروم من أكل لحم البقر والغنم كذلك اللحوم البيضاء مثل الدجاج وغيرها من اللحوم الأخرى إذا هنا فالمسكين والفقير لا حق له في أكل اللحم وكذلك التمر حتى التمر ازدادت 2000 فرنك في الكيلو فهذا هي في الحقيقة هذه هي التهلكة اللي وصلت المساكين والفقراء والأيتام وغيرهم من المحتاجين نعم احنا غير مساكن وهذا الغلا راه قهرنا بزاف علينا وحنا غير مساكن كنخرجوا نطلبوا باش ناكلوا اللي مجينا نسولوها غاليه علينا ما طيشه تيقولوا لنا 12 درهم بطاطا 12 درهم الفلفله راه 20 درهم البيض اللي غير البيض دار 62 دار 150 درهم البصله 17 درهم ما بقيناش عايشين يا وليدي اللحم ما شكون غياكلوا غنشريو حنا المساكن كنشوفوه بعويناتنا والله العلي العظيم وراني صايمه وقد الوالده ديالك الا كنشوفوه غير بعويناتنا ما عندناش الطاقه ديالنا باش غادي نشريو اللحم ما صغيرتش كانوا كيقولوا لنا جيبوا اللحم رخيصه واللحم ناكلوها ب 70 درهم 60 درهم فين هذا اللحم 60 درهم؟ فين هو هذا المسكين عاد ياكل اللحم؟ ما يقدرش ياكل اللحم المسكين دابا حتى الجداد ما بقاش كيلحقوا الجداد يعني ب 34 درهم الجداد كان كيعمل 25 درهم زق دابا 34 درهم واش عادي تجي ودا كيضطر كيدي 10 دراهم كيكذب على العواول والله يجعل البركه يعني اللي باقي كياكل اللحم وكياكل الجداد وكياكل الفروطه هو الانسان اللي عنده
اما الانسان على قدو بوبري الله يجعل بركه زلمه ما بقات لا لحام لا جداد لا حوت. بالنسبه للاثمنه اللحوم باقا هي هي، يعني كانوا كنا كنسمعوا بان الاثمنه تنقص باقي ما ناقص والو. الثمن حاليا دابا كنبيعوا ب 94، حاليا ناقصوا 4 درهم في كيلو. بدات ديك الحمله ديال الناس كتهضر على الاغلى والغلاء، نقصوا لنا واحد 4 درهم في كيلو. كنا كنبيعوا الحم 100 درهم، رجعنا كنبيعوا ب 96، حنا زولنا واحد 2 درهم عندنا، دابا كنبيعوا ب 94. النهار الاول في رمضان زادوا 2 درهم، تزادت في كيلو حاليا دابا. حنا كنا كنقولوا زعما بالمناسبة ديال رمضان ان شاء الله يكون الاثمنة مزيانة ومناسبة، يعني باقي ما كاين والو، باقي الثمن هو هو. كنطلبوا الله يكون شي حاجة ان شاء الله بحول الله، ويشوفوا من حال المواطن. المواطن راه مضروب مقسم. حنا باقي ما توصلنا والو، كيقولوا دخلت شي 5000 راس، باقي ما شفنا والو حاليا. فهمتي السلعة قليلة في السوق. حاليا باقي السلعة قليلة، ما كافياش. دابا الطلب موجود والعرض موجود. ونتمنوا يكون الخير مور رمضان، رمضان لابد الحاجات كيتزادوا. 500 درهم الكيلو. الدجاج باقي ما عمر خديتهم، إلا الحوت كان يكون الحوت بزاف. كنستعمل السمك وحتى السمك لاحط عليه طلع واحد طلعة صاروخية عاودة. وبالنسبة لي اللي أنا عايش على برا يمكن ما نحسش يمكن ما نحسش بالأثمنة، ولكن بالنسبة اللي كيحس بها هو المواطن اللي كيعيش داخل أرض الوطن. بالنسبه لي كتجيني بحال الثمن اللي هي كتجيني شويه متوسط، يعني داكشي باش قلت لك متوسطه. يعني حنا كنشريو اللحم ليه ب 17 اورو، كنشريو اللحم 17 اورو 18 اورو الكيلو مثلا في الايام ديال رمضان. هنايا كنلقاه انا بالنسبه لي كنلقاه شويه رخيص. الثمينات هنا كتعرف الاخرى غاليه، بنادم الدرويش دابا راه شويه قاصحه والله يحسن العون، وراه دابا هادشي هذا راه بزاف فهمت، وخصهم يشوفوا لنا شي حال وتسالم. اما الجداد وهذاك الشيء راه كل شيء غالي دابا، الخضره راه ب 29 درهم والله يا اخي. الدرويش ما بقى مسكين والو كيلحق معه. ايه ونطلبوا من الله يعملوا شي حال معنا وتسالم. انا